أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من 30 دقيقة نبحث فيها اليوم: ما هي التداعيات المحتملة للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق في الداخل الكردي ووحدة العراق؟ وكيف سيكون موقف تركيا وإيران والمجتمع الدولي من الأمر؟ سنبحث الموضوع مشاهدينا الكرام مع ضيوفنا الكرام من العاصمة بغداد سيد مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، سينضم إلينا بعد قليل، ومن مدينة أربيل بكردستان العراق سيد فرحان جوهر عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، سينضم إلينا أيضا بعد لحظات، ومن الحرة في واشنطن السيد بيتر همفري الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي. نرحب بضيوف الكرام بعد قليل ونرحب بكم مشاهدينا لحظات ونبدأ الحلقة. دعونا مشاهدينا الكرام قبل بدء النقاش مع الضيوف الأعزاء نبدأ بإطلاعنا من الزميل حميد زباري مراسل الحرة من أربيل على آخر التطورات الحاصلة قبل ساعات فقط من بدء هذا الاستحقاق استفتاء استقلال الكردستان العراق عن الجسد العراقية بحسب دعوة مسعود برزاني رئيس الإقليم إلى الأكراد إلى المشاركة فيه بكثافة. حميد، كيف هي الأجواء الآن خاصة مع زيارة الوفد الكردي الممثل للأحزاب الكردية إلى بغداد للتفاوض؟ نعم، الوفد الكردي أنهى زيارته إلى بغداد وهو عائد الآن إلى أربيل، ولكن يبدو من خلال تصريحاتهم بأنهم لم يحققوا أي شيء، لأن يبدو أن الطرف العراقي وهو المتمثل في التحالف الوطني الشيعي مصر على موقفه في رفض الاستفتاء بشكل تام. الطرف الكردي أبلغه أيضا بأن أبلغ الوفد العراقي بإصرار أقليم كردستان على إجراء الاستفتاء في يوم الاثنين القادم، لكن على أن تبقى أبواب الحوار مفتوحة بعد إجراء الاستفتاء. أيضا في أقليم كردستان العراق كانت هناك أنباء عصر اليوم تحدثت عن احتمالية تأجيل الاستفتاء، وبالأخص ما بعد أن رفض الفرع الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك إجراء الاستفتاء في هذا التوقيت على اعتبار أنه ستكون هناك تداعيات سلبية على الوضع الأمني هناك. لكن اللجنة العليا للاستفتاء وأيضا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني أكدوا على موقفهم في إجراء الاستفتاء في يوم الاثنين القادم. لحد الآن كل الاحتمالات تشير إلى أن الاستفتاء يجري في موعده المحدد ولا تأجيل لغاية الآن، ولا يلوح في الأفق ما يشير إلى تأجيل عملية الاستفتاء لغاية الآن. نعم. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أيضا بدأت عملية التصويت الإلكتروني للجالية الكردية في الخارج منذ مساء يوم أمس، وهي عملية ستستمر لغاية نهاية مساء أو في مساء يوم 25 غدا. المفوضية أيضا ستعقد مؤتمرا صحفيا لاطلاع وسائل الإعلام على آخر المستجدات وآخر استعداداتها ليوم الاثنين القادم. نعم. شكرا جزيلا الزميل عبد الحميد زباري مراسل الحرة عبر الهاتف من أربيل على كل هذه التفاصيل. دعونا مشاهدينا الكرام نتحول الآن إلى النقاش مع ضيفينا الكريمين السيد مناف الموسوي من بغداد وسيد فرحان جوهر من أربيل، وسنبدأ من أربيل مع السيد جوهر. سيد جوهر، ساعات قليلة فقط تفصل الأكراد وتفصل العراق والمنطقة عن استحقاق استقلال إقليم كردستان عن الجسد العراقية، كيف يبدو المشهد لديك خاصة بعد خروج الوفد الكردي من بغداد بدون أي نتائج تذكر مع المسؤولين هناك؟ طبعا كما ترون المشهد الآن، طبعا نحن نتوجه للاستعدادات للاستفتاء في موعده المقرر الاثنين القادم، وتمت كل استعدادات من قبل المفوضية العليا لانتخابات واستفتاء في الكردستان، وأيضا هناك كل إشارات تلوح بأن سيجري في موعدها المقرر، وإن شاء الله ستتم بشكل سلمي ودون أي مشاكل
نعم. ما هي التحديات الكردية برأيك التي ربما خلال الساعات المقبلة تؤثر ما إذا كنا سنجري هذا الاستحقاق أم لن نجريه؟ طبعا كلما نقترب من الموعد هناك تزداد ضغوطات وتزداد حالة النفسية لدى المواطنين وبعض، فيؤثر بعض الشائعات من قبل أعداء هذه العملية ويضغطون نفسيا على الناس بكي بأنهم إذا أجروا هذه الاستفتاء ستحدث شيء لم نتوقع. هل تقصد حينما قلت أعداء هذه العملية، هل كنت تقصد أعداء أم المعارضين؟ طبعا قصدي المعارضين، وهناك بعض الأعداء طبعا لهذه العملية، لكن هناك بعض المعارضين، وطبعا هذه العملية له الأعداء أيضا، فاللي يلوحون بالتهديدات ويوميا. هل لك أن تسميهم لنا سيد جوهر؟ فمعلومين لدى الجميع. سميهم لنا، ذكرنا به. المعلومين، فليس داعي لذكر أسامي الجهات. نحن على الهواء يا سيد جوهر، وقلت هناك نعم. أعداء لهذه العملية. نعم هناك أعداء. طيب ضعنا في صورة أعداء. هؤلاء الأعداء لا تخلي لي بالزاوية لكي أذكر الأسامي، فأترك هذه الموضوع. نحن لدينا استحقاق سياسي ربما من ورائه، ربما إما تشتعل الأمور أو أنها تهدأ الأمور، وعلى أقل ما تقدير للكرد. فبالتالي لابد لنا من أن نسأل، سميهم نعم. لنا طبعا كما قلت لا تخلي لي في الزاوية، فلم أذكر أسامي هذه الجهات، فالجهات كل الآن مشهد واضح بوضوح للمشاهدين وللعراقيين جميعا، سواء كان كردا أو عربا أو شيعة أو سنة، فمشهد واضح طبعا. فخلي نترك هذه السؤال فنجي على الموضوع. فهناك طبعا نحن نريد أن يمروا بمرور الكرام وبشكل سلمي وبشكل حضاري، وأن يتفهمون جميع العراقيين بأن جميع الشعوب هكذا حالهم، وهكذا انفصلوا وهكذا استقلوا عن البعض، وصارت لهم الدول المتقدمة وأيضا دول الحضارية والرفاهية وعيش الكريم للجميعين. فنحن نتمنى أيضا العراقيين يفكرون بطريقة المدنية. طيب دعنا نتحول إلى سيد مناف الموسوي في بغداد. سيد موسوي، مسعود برزاني يقول لا رجعة عن الاستفتاء، وبعد انتهائه سيتم التفاوض مع بغداد. وصلنا لقناعة منذ سنوات بعدم إمكانية الاستمرار مع العاصمة العراقية بغداد. برأيك هل تراهن بغداد على أي حالة انقسام كردي داخلي؟ أستاذ محمد، في البداية أحييك وأحيي ضيفك من كردستان وأحيي جميع متابعي ومشاهدي قناة الحرة. يعني أولا السيد مسعود يتحدث كأنه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وكأنما المركز هو تابع للإقليم، وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذه التصريحات يعني هي تصريحات تصعيدية هدفها استفزاز الحكومة العراقية التي ربما يعني مارست نوع من هدوء الأعصاب يعني لم يمارس منذ زمن طويل، وبالتالي تعاملت مع الموضوع على أساس يعني على أساس أن الموضوع هو غير قانوني وغير دستوري، وبالتالي ليست له أي صفة قانونية أو دستورية، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع مرفوض من المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وبالتالي لن يكون هنالك عملية تأييد لهذا الاستفتاء. فبالتالي أنا أعتقد أن الاستفتاء هو عبارة عن عملية تصدير للأزمات الداخلية ومحاولة صنع بروباغاندا لشخصية معينة ولحزب معين، وهذا ما تحدث به الأخوة الشركاء الأكراد أنفسهم الذين يعني يطلق عليهم، لا أعلم، الزميل من كردستان يقول الأعداء التغيير لحد الآن ترفض أو تطالب بعملية تأجيل الاستفتاء لأنها تعتقد أن الوقت الآن غير مناسب لإجراء مثل هذا الاستفتاء، كما أن الأحزاب الشريكة في كردستان لا تريد أن تجعل لحزب معين
استخدام الخطاب السياسي الذي يؤثر على مشاعر وعواطف الشركاء الأكراد أو القواعد الشعبية الكردية في سبيل نسيان مجموعة ربما من الإخفاقات الاقتصادية، لنسيان ربما التجاوزات التي حدثت عن يعني عن عن على رئاسة الإقليم التي انتهت ولايته، والتي يعني لم يتم الاتفاق عملية إيقاف البرلمان الكردي. كل هذه الأشياء يعني تم تجاوزها من خلال عملية الهروب إلى الأمام وعملية صناعة بروباغندا تتحدث عن عملية الإجراء بطريقة حتى وإن كانت غير قانونية، حتى وإن كانت غير دستورية، حتى وإن كانت غير معترف بها لا من الدول الإقليمية ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من الإدارة الأمريكية. وبالتالي إشكالية مثل هذه قد تؤدي بالضرر الكبير على المواطن الكردي أولا الذي لم يستلم راتبه ربما منذ أكثر من 4 أشهر أو أكثر من هذه الفترة. طيب على الجانب الآخر، في كردستان أيضا قد يزيد الانفصال. مسعود البرزاني يقول هناك حالة طلاق بائن كما يقولون ما بين أربيل وبغداد ربما لسنوات أو عقود، لم يستفد الأكراد من وراء الحكومة المركزية في بغداد سواء في هذا العهد أو في العهود السابقة، ماذا تريد منهم أن يفعلوا؟ يعني أنا أعتقد أن هذا تنصل عن المسؤولية. الأكراد كانوا مشاركين مشاركة فاعلة ورئيسية في عملية كتابة الدستور، وبالتالي أنا أعتقد أي تغيير يراد له أن يكون سواء كان الاستفتاء أو حتى الانفصال يعني لا بأس إذا تم من خلال الدستور. يعني الدستور يعني قانون غير مقدس قابل للتغيير قابل للمراجعة، هنالك آليات لعملية تغيير الدستور. لماذا لا يذهب الأكراد إلى تغيير الدستور وبالتالي وضع نقطة رئيسية؟ هذه أولا. المسألة الثانية، لماذا لم يضع الأكراد الذين شاركوا في عملية كتابة الدستور هذه النقطة في الدستور حتى تكون لديهم شرعية دستورية وقانونية؟ أنا أعتقد سيد فرحان أن هذا الموضوع لم يكن في البال. على العكس الإقليم استفاد موسوي الآن إلى مسألة تغيير الدستور أو تعديل بعض بنوده وليس إجراء استفتاء ربما يؤثر على وحدة العراق. الآن عملية الاستفتاء في كردستان فضل سيد جوهر نسمعك. نعم، العملية الإجراء الاستفتاء في الكردستان قانونية ودستورية، لأن جاء في مقدمة الدستور ديباجته يعني بمثابة مادة ملتزمة يقول بأن التزام بهذه الدستور يحفظ على وحدة العراق أو اتحاده الحر، فلن يلتزموا بالدستور أخي في الدولة العراقية، يعني يتعاملون مع الدستور بشكل انتقائي، فمن المادة اللي في مصلحتهم؟ طيب وهناك في بغداد يقولون أيضا إن الدستور يشدد على وحدة العراق وأنتم تتعاملون معه بانتقائية، هكذا تقول بغداد ربما. فالبغداد تتعامل معها بانتقائية طبعا، المادة اللي في مصلحتهم هم يذكرون أو يطبقون، والمادة الأخرى اللي سمي لنا أرجوك أن تسمي لنا الأمور، دعنا لا نخرج من إطار الكلام المرسل أو على العواهن والعموميات، سمي لنا بالأسماء. طبعا المادة 140 مادة دستورية، فهم يدعون بأنهم مات هذه المادة وصارت منتهية صلاحياته، فالدستور طبعا جاءت بأن يتشكلوا مجلس الاتحادي فلم يشكلوه، فينظمون النفط والغاز في مادة دستورية فلم ينتهجوا هذه المادة أو لم ينظموه بالقانون في برلمان العراقي، لا زال يعملون بقوانين الدولة النظام البائد، فلم يكن هناك التشكيل الجيش على الأساس من الدستور، وليس هناك طيب ولستم شركاء في هذا الاتحاد من العام 2003 يا سيد جوهر، أليس الأكراد شركاء فيه؟ لسنا شركاء لكن نحن يعني مشاركين ليس شركاء.
نحن شاركنا في الحكومة وطبعا لنا دور أساسي في سقوط النظام ولنا دور أساسي في إصدار الدستور وأيضا قوانين ووضع لبنان الأول في الجيش العراقي، ولنا كثير من الفضل في العراق الجديد، وبنينا دولة مدنية لكي يكون العراق ديمقراطي، دولة مدنية ليس دولة طائفية يحكم به طائفة معينة على الآخرين. فهذا جاءنا إلى العراق بمحض إرادتنا منذ من عام 2003 لكي نبني عراقا جديدا يتمتع مواطنه بجميع حقوقه. السيد مناف الموسوي، السيد جوهر يقول إن الأكراد لم يكونوا شركاء بل كانوا مشاركين، ما الفرق برأيك ولماذا لم ترضهم بغداد على مدار السنوات الماضية طالما أنها تعلم أنهم يسعون إلى الاستقلال؟ لا هو سيد العزيز، أولا السيد نفى هذه المسألة أنهم مشاركين وقال كان لهم دور كبير في عملية كتابة الدستور وفي تشكيل الحكومة ولديهم من المناصب رئاسة الجمهورية والكثير من الوزراء بالإضافة إلى عدد أكثر من 50 نائب في البرلمان العراقي. هذه مشاركة ومشاركة حقيقية وفاعلة، ولكن أنا أسأل من يتحدث عن الحكم الطائفي عليه أن ينتج لنا حكما غير عائليا، من يتحدث عن سوء الإدارة عليه أن يقدم لنا إدارة لا توجد فيها أخطاء، وبالتالي عليه أن يتعامل بالطريقة بالآلية الديمقراطية في عملية تسليم سلطة رئاسة البرلمان التي انتهت صلاحيتها. أنا أعتقد أن هذه الحجج التي بالتالي إذا كانت هنالك قناعة حقيقية شعبوية لدى المواطن الكردي أنا لا أختلف في هذا الموضوع، ولكن أقول المشكلة هي مشكلة كردية داخلية لحد هذه اللحظة لا الاتحاد الوطني ولا التغيير غير قابلين ويطالبون بعملية تأجيل هذا الاستفتاء. هنالك محاولات من أربيل لإحراج الشركاء السياسيين من خلال استخدام الخطاب السياسي ومحاولة الضغط على مشاعر المواطنين الذي حتى المواطنين بالنتيجة غير قابلين. سيد موسوي، هل استغلت أربيل أو قادتها السياسيون، هل استغلوا صعوبة الظرف الذي يمر به العراق سواء من بعد انتهاء عصر صدام أو عهد صدام مرورا بمحاربة الإرهاب ووصولا إلى العام 2017، هذا الظرف العصيب الذي يحارب فيه العراق الإرهاب على أراضيه، هل استغلوا هذه الظرفية؟ بالتأكيد على العكس، دائما كانوا الأكراد دائما ما يقدمون المصلحة الكردية على المصلحة الوطنية، وكانت دائما سقف مطالبهم عالي. وبالتالي أنا أعتقد أن 17% التي تم من خلالها بناء البنى التحتية سواء في الإقليم في أربيل وفي كردستان وعملية استغلالهم وبيعهم للنفط بدون الرجوع إلى الحكومة المركزية، وكذلك أيضا ما يحدث من إنشاء دولة صامتة كما يقولون بهذا الشكل، كل هذه الأسباب كانت على الرغم من كل هذه التجاوزات كانت الحكومة العراقية أو متمسكة ببقاء وحدة الصف العراقي وبقاء الشراكة العراقية الكردية ومحاولة حلحلة الإشكاليات الكثيرة. ولكن بالنتيجة أنا أعتقد أن المشكلة هي ليست مشكلة المركز والهامش أو الإقليم والمركز كما قال بهذا الاتجاه، ولكن بالنتيجة المشكلة هي مشكلة داخلية كردية أولا قبل أن تكون مشكلة وطنية، ومحاولة الدفع بعملية الاستفتاء أو الإصرار على إجراء في هذا الوقت هو دليل على أن الرابح الأول والأخير من هذه العملية سوف يكون حزب واحد وشخصية واحدة في كل الأحوال، سواء تم إجراء الاستفتاء أو تم تأجيل الاستفتاء. ليست بغداد وحدها هي التي غضبت من هذا الاستفتاء أو هذا الإجراء، وإنما أيضا طهران وأنقرة وكثير من عواصم العالم وصلت إلى مجلس الأمن الدولي. لماذا تستعدون جيرانكم في الإقليم؟ أنتم لستم على حالكم من الجهوزية لهذا الاستقلال. طبعا هذه الاعتراضات الإقليمية على هذه العملية جاءت بسبب السياسات العراقية تحت وصاية الإقليمية، فهذه النقطة محورية في
اعتراضنا على الحكومة العراقية. نحن نتمنى أن يكون هناك سياسة مستقلة في العراق، سياسة ليست تحت وصاية الآخرين، فمتمثلة بسياسة وطنية. بعيدا عن أي وصايا، الحكومة العراقية تحت وصاية من الآن؟ دعنا نحن نسمي الأشياء بأسمائها. يعلمون، كلهم يعلمون تحت وصايا من ومن يحكم. أنا والله لا أعلم، وإلا ما كنت سألت. يعني لا نعلم سيد العزيز، لا نعلم، هذا حديث غير منطقي. طبعا تحت وصايا. فشوف شوف أخي، احنا صار لنا 10 سنوات، صار لنا 10 سنوات نقاتل، والبيشمركة جزء من المنظومة العراقية، حتى الآن لم يدفعوا أي دينار واحد للمرتبات البيشمركة، وأيضا من الناحية اللوجستية. فمرروا خلال ساعتين قانون لحشد الشعبي، وسددوا ودفعوا لهم بالمليارات دينار. طيب يا سيد جوهر، مليارات دينار العراق، أنت لم تجبني على أي سؤال يعني من الأسئلة التي سألتها إليك بإجابة مباشرة، وأنا أحاورك. قلت الحكومة العراقية مسيسة وليست وتحت سيطرة إقليمية، تحت سيطرة من؟ طبعا شوف أخي، فالدولة دولة راعية للميليشيات، دولة راعية، فله موازية مع الجيش، فله يا سيدي سمي لي، هل تقصد السعودية يعني إيران تركيا الولايات المتحدة؟ سميهم. دولة طبعا دولة اللي دولة سياسته طائفية، فمعلوم من تحت وصايا من، معلوم أخي. نحن نريد سياسة متمثلة وطنية في سياسته الخارجية، ولن يقبل بوصايا الآخرين. فإذا كان لها سياسة مستقلة فلن يعترضون الفكرة. وصلت الفكرة. سيد فرحان جوهر، عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشاركني أنا من أربيل، شكرا جزيلا على المشاركة. كذلك سيد مناف الموسى، ومدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية من العاصمة العراقية، شكرا جزيلا أيضا لك على المشاركة. مشاهدينا الكرام، تحياتي، تحيات الإعداد والتنفيذ، سلام عليكم.